السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح كتاب الدراسات الإسلامية قسم التوحيد الوحدة الثانية والدرس السادس دلائل معرفة الرب عز وجل. أتأمل في الجبال والبحار والنباتات، ثم أستخرج ثلاث من الآيات تدل على وحدانية الله عز وجل. من آيات الله في قدرته، من آيات الله في وقدرته الجبال، قول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. في الصورة الثانية من آيات الله وقدرته في البحار، قول الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. في الصورة الثالثة من آيات الله وقدرته في النبات، قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. إذن قول الله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وآيات أخرى تتكلم عن هذا الأمر، مثل قول الله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. بأي شيء أعرف ربي؟ أعرف ربي بأشياء كثيرة، منها بآياته الكونية، ومن أعظمها الليل والنهار والشمس والقمر. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه صور تعبر عن آيات الله: الشمس والقمر والليل والنهار. اثنان، أعرف ربي بمخلوقاته العظيمة، ومنها الحيوانات والسماء والجبال والأرض والبحار. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الآية 20 من سورة الغاشية. ثلاثة، أعرف ربي بإنزاله المطر من السماء فتحيا به الأرض فتصبح مخضرة عند نزول المطر. رابعا، أعرف ربي بإجابته دعوة المضطر إذا دعاه. ماذا يجب علي إذا عرفت ربي؟ إذا عرفت ربي وجب علي أن أعبده وأخلص له العبادة، فلا أعبد إلا الله وحده جل وعلا. والدليل قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعبادتي لله تعالى تكون بأن أفعل ما أمر الله به وأترك ما نهى الله عنه. نشاط: أسمي المخلوقات التي أمامي في الصورة الأولى. في الصورة الأولى هذا البحر، في الصورة الثانية لدينا هنا الأغنام والطيور، في الصورة الثالثة النباتات أو الزرع أو النخيل، في هذه الصورة، في الصورة الرابعة لدينا هنا نباتات أو النباتات، هنا لدينا النحل وهو من مخلوقات الله العجيبة، في الصورة الأخيرة هنا لدينا الزهور أو الأزهار. أمثل لعبادة الله تعالى أو أمثلة لعبادة الله تعالى: أحافظ على صلواتي لأن الله أمر بإقامة الصلاة، أتوب إلى الله من الذنوب لأن الله يحب التوابين. بالتعاون مع زملائي نذكر مثالين لعبادة الله تعالى. من ذلك، من أمثلة عبادة الله تعالى، الإكثار من ذكر الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في قرآنه الكريم: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا من الأمثلة على عبادة الله تعالى المداومة على أذكار الصباح والمساء، والمداومة على قراءة القرآن الكريم. أيضا من الأمثلة، أيضا إذا أردنا أن نزيد عن مثالين من الأمثلة لعبادة الله تعالى، صيام أيام الاثنين والخميس أو صيام رمضان، أيضا من الأمثلة على عبادة الله تعالى التصدق والزكاة، هذه أيضا أمثلة. الصوم من الأمثلة، الزكاة من الأمثلة على عبادة الله أيضا، قيام الليل، هذه أيضا أمثلة لعبادة الله تعالى. نشاط اثنان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. دل هذا الحديث على حق الله على عباده، فما هو مع التمثيل؟ الحق الأول العبادة، أن يعبدوه، إذن هذا هو الحق التالي، أن عبادة الله وحده. ومثال ذلك الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، أو الصلاة لله وحده،
أو الصوم لله وحده. الحق الثاني الذي دل عليه هذا الحديث عدم الإشراك بالله أو عدم الإشراك به جل وعلا. مثال ذلك ألا أسجد لغير الله، أو ألا أصلي لغير الله، وألا أدعو غير الله، أو ألا أذبح لغير الله. التقويم، أعد ثلاثة من المخلوقات التي أعرف الله تعالى بها. من هذه المخلوقات السماوات، الجبال، الليل والنهار، هذه من مخلوقات الله تعالى التي أتعرف بها على الله تعالى وقدرته جل وعلا. السؤال الثاني، إذا عرفت ربي سبحانه وتعالى فماذا يجب علي؟ إذا عرفت ربي وجب علي أن أعبده وأخلص له العبادة وألا أشرك به شيء. إذا عرفت ربي وجب علي أن أعبده سبحانه وتعالى وأخلص له العبادة ولا أشرك به شيء. هكذا أعزائي نكون قد أنهينا الوحدة الثانية. ألقاكم بإذن الله تعالى مع الوحدة الثالثة، العبادة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ودعمونا بالإعجاب. دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.